23/12/2012 ابطال الجيش الحر من كتيبة ابو دجانة التابعة للواء رايات النصر، تقوم بحصار مطار كويرس الحربي من الجهة الغربية لهذا المطار الذي عاث في الارض فسادا، مئات الغارات الجوية التي دمرت الكثير من المنازل، قتلت الأطفال والنساء والشيوخ. هذا المطار بإذن الله وبهمة هؤلاء المجاهدين الأبطال الذين نذروا أنفسهم في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل نصرة المظلومين في كل سوريا. والله ما خرجنا الا لنصرة هذا الدين، ونسأل الله ان ينصرنا على الكفار والمرتدين. جايينك يا بشار، جايينك باذن الله، وسوف نقتل جنودك باذن الله تعالى. تكبير، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.